إلى صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الوضوء باب الاستنجاء بالماء. كتاب الوضوء باب الاستنجاء بالماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد هو أبو الوليد الطالسي البصري، هشام بن عبد الملك الباهلي، أبو الوليد ثقة ثبت. قال: حديث الهيثم لم أرى في أصحاب شعبة أحسن حديثا من أبي الوليد. قال أبو حاتم الرازي: أبو الوليد إمام فقيه عاقل ثقة حافظ. كفاك هذا، ولا نقول لك أي توثيق فوق هذا التوثيق لأبي الوليد عندما يقول فيها أبو حاتم هذا القول. قال: حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة. قال عن أبي معاذ، أبو معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة البصري مولى أنس الأنصاري مولاه. قد قال يحيى سعيد القطان قد قال بأنه يرى القدر، وتعلمون بأن منهج يحيى سعيد القطان عدم سقوط الراوي بالبدعة، لا يسقط الراوي ببدعته، وهذا صحيح، هذا صحيح. قال ابن معين: عطاء بن أبي ميمونة أبو معاذ ثقة. وقال البخاري: كان يرى القدر. وقلنا حتى البخاري لا يسقطه بالبدعة، ولذلك قال أبو حاتم: صالح لا يحتج بحديثه وكان قدريا، لكن الحق أنه يحتج بحديثه، هو ثقة. قال أبو زرع الرازي: قال هو ثقة. قال النسائي: هو ثقة. وابن حبان ذكره في الثقات. فأبو معاذ عطاء بن أبي ميمونة وإن كان يرى القدر لكنه ثقة ويعتمد حديثه. قال: سمعت، وهو مولى أنس، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وأنس من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال: يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به. وهو ساقه المصنف من أجل هذا، من أجل مسألة الاستنجاء بالماء، كما سيأتي الكلام عليها تفصيلا بإذن الله تعالى. ثم قال المصنف أيضا في كتاب الوضوء: قال باب من حمل معه الماء لطهوره يعني الاستنجاء والوضوء. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ نعم، بابينه الآن نكتفي بهما، ويمكن أيضا الباب الثالث: من حمل معه الماء لطهوره. نعم، حديثه هنا قال: حدثنا سليمان بن حرب أبو أيوب، قال أبو حاتم الرازي: سليمان بن حرب إمام من الأئمة، كان لا يدلس ويتكلم في الرجال وقرأ الفقه. وقال أحمد، قال نسيه وثقة، وثقه أحمد، وذكر ابن حبان في الثقات. قال: حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، قال عن أبي معاذ بنفس الإسناد عن أنس قال: إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من الماء. لما؟ للاستنجاء. نعم، الباب الأول قال: باب الاستنجاء بالماء. باب الاستنجاء بالماء، وهذا التبويب مستقى من صريح الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام وبركاته، في قول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: كان إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به، مع الخلاف الطويل في مسألة مع يعني يستنجي به من قول من. بعضهم قالوا من قول هشام، بعضهم قالوا مدرج
من قول عطاء، من قول ابي معاذ، او من قول انس. وصحيح انه من قول انس، صحيح انه من قول انس، قال بانه يحمل الماء ليستنجي به الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك بوب قال: باب الاستنجاء بالماء. وهذا حديث من لطائف الاسناد، حديث ابي داود ابي الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، اسناده كله بصريون، الاسناد كله بصريون، انصاري، كله بصريون. وهذه من لطائف الاسناد. في الحديث مسائل، فيها اولا خدمه العالم، يعني اول المسائل في هذا الباب خدمه العالم، انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج احادتي ادي انا وغلام معنا، في روايه منا ستاتي في المسائل ايضا، معنا اداوه من ماء يعني يستنجي به، ففيها خدمه العالم. والحق ما قال معاذ بان حب العلماء دين، ندين الله به، وهذا قاله علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، وانت لك ان تعلم هذا بالتاصيل العام في القلب التقي النقي الذي يحب الانبياء، ولأن العالم وكيل النبي. وكما قلنا قبل ذلك على ما قاله ابن تيمية: أسوأ القلوب قلبا، القلب الذي يحمل على أهل العلم، القلب الذي يحمل على أهل العلم. قالت امرأة فرعون: قالت قرة عين لي ولك. لما رأت موسى قذف الله في قلبها حبه، لذلك تمكن الإيمان من قلبها، فأتت بالعجائب عندما قالت وهي تعذب: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. تخللت المحبة في مسالك روحها فأتت بهذه العجائب. وأصلها كما قلنا أن الله تعالى قذف في قلبها حب موسى عليه السلام، فحبهم دين الله به، وخدمتهم تقربا لله جل في علاه. وهذا يؤخذ من فعل أنس ابن مالك، وإفراد أنس أيضا بالخدمة لما جاءت أم سليم قالت خويدمك أنس، وأتت به للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ترى أنس في المعالي، وأنس من السبع المكثرين عن النبي الأمين، حفظ حديث النبي فبثه بين الناس. فخدمة العالم دين، ندين الله به ونتقرب به إلى الله جل في علاه. والمسألة ليست دائرة على ذات العالم أو شخص العالم، سين أو صاد أو نون أو عين، لا، المسألة على ما يحمله، لأنه يحمل الذهب الخالص، يحمل قرآنا، يحمل سنة، يحمل علما، يحمل فقها إتقانا. الأمة بأسرها، نجاتها مرهونة به، لذلك حبه ليس لذاته، الأصل في ذلك أن حبه ليس لذاته، ولكن هو لما يحمل، هو لما يحمل. قال أنس: فأحمل أنا وغلام معي الإداوة، خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا خدمة النبي قربة يتقرب بها المرء إلى الله جل في علاه، ولذلك كانوا يتنافسون، كانوا يتسابقون على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى من الحديث الأول. المسألة الثانية أنه قال: أنا وغلام معنا. في رواية أخرى قال، وهذه صرح بها الإسماعيلي، قال في رواية: أنا وغلام منا، أي من الأنصار، وهذه زيادة. قال أجيء أنا وغلام منا، وهذه الزيادة جاءت في التأويل الثاني عندما قال إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا، يعني من الأنصار، وغلام منا يعني من الأنصار. وهذا ايضا في المستخرج الاسماعيلي، وايضا لمسلم ذكر ذلك: انا وغلام منا، يعني من الانصار. وهذا يعني قد قال بعض العلماء ان الذي كان يخرج مع انس يحمل الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما فسره في كلام ابي الدرداء ان منهم ما كان يحمل الوساده والسواك والطهور، كان يقصد ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. وهذا بعيد، لأنه لا يقال لمثل ابن مسعود أنه غلام، وإن قال بعض أهل اللغة الذين قلنا بالمجاز يقولون تجوزا يطلق الغلام على الكبير، وقد قال لهم سلام: إنك غلام معلم، وغير الغنم في مكة،
كان يخدم رسول الله وكان يختص بالسواك والنعلين والوسادة لرسول الله ويحمل الطهور. لكن هنا الحق في هذا الحديث قال أنا وغلام، ففيه كما قلنا المسارعة والمنافسة في خدمة النبي، في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم أو في خدمة العالم، وهو أكثر من واحد، قال غلام منا الأنصار. وهذا أيضا إن أظهر فضل الأنصار وحب الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إداوة من ماء يعني يستنجي به، وهذه المسألة التي عمدة الباب، هذه المسألة هي عمدة الباب، وهي مسألة الاستنجاء بالماء، وأتى بها هنا للتنصيص على جواز الاستنجاء بالماء. أولا لابد أن نتكلم على مراتب الاستنجاء، مراتب الطهارة وإزالة النجاسة، وإن كانت نقول أنه يجب إزالة النجاسة وحرمة مباشرة النجاسة وحرمة إبقاء النجاسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي الرواية لا يستتر من بوله، وهذا الشاهد الذي نريده لا يستنزه من بوله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فإن عمت القبر عذاب القبر منه، تنزهوا من البول فإن عمت عذاب القبر منه. فهنا مباشرة النجاسات لا تجوز، إبقاء النجاسة لا تجوز، لذلك كانوا يخرجون بالماء ليستنجي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومراتب الاستنجاء الاستطابة مراتب ثلاثة، مرتبة الإجزاء، مرتبة الكمال، مرتبة أكمل الكمال. مرتبة الإجزاء بالأحجار الثلاثة، له أن يستنجي بالحجارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود ائتني بأحجار ثلاثة، قال فأتيته بحجرين وروسة، فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال إنها ركس، وفي رواية قال أبغني ثالثا، ائتني بحجر ثالث. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزئ الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. فهذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية استخدام الماء فقط في الاستنجاء، وهذا دليله حديث الصحيحين، قال فأحمل الماء أنا وغلام معي، قال يستنجي به يعني بالماء. وأيضا الله تعالى قال أنزل من السماء ماء طهورا، فهو يطهر بإزالة النجس ورفع الحدث، والأكمل من ذلك أن يستخدم الحجر والماء، فالحجر ينقي العين يزيل العين، والماء يزيل الأثر، فالأحجار تزيل العين والماء يزيل الأثر. وإن كان الحديث في بعض الضعف الذي جاء في قول الله جل في علاه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل قباء ماذا تفعلون، فأنزل الله مدحا لهم في هذا على ما يفعلون في قولي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فقالوا إن نستخدم الحجارة ونتبع الحجارة الماء، فنزلت الآيات مدحا لهم في ذلك. فأكملوا أو قل أعظم أو أكمل الاستطابة أن تكون بالحجارة وبالماء، لكن هنا في التوسط كانوا يخرجون بالماء فقط، فيستنجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء. وأما الحديث الثاني ففي التبويب، قال فيه الإمام البخاري باب من حمل معه الماء لطهوره، من حمل معه الماء لطهوره، وهذا استنبطه أيضا من نفس الحديث، قال فأحمل أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء، فلذلك بوب هذا الباب، قال من حمل معه الماء لطهوره. ويقصد بطهوره هنا يعني لأنك لابد أن ترى بأن البخاري له فقه راقي، فما الفقه في قوله من حمل معه ماء لطهوره، وما الفرق بين هذا التبويب والتبويب السابق باب الاستنجاء بالماء؟ أظن أن هذا ظاهر ويظهر أيضا فيه فقه الإمام البخاري. ها ائتوني بالفرق أولا بعلامة فقه البخاري في التبويب، وأيضا الفرق بين التبويب الأول باب الاستنجاء بالماء والتبويب الثاني باب من حمل معه الماء لطهوره، وهذا إخواتي الكرام في حديث واحد دل على فقه هذا الرجل. نعم
ممتاز يا بشار. جواز الاستنجاء بالماء وغيره وجواز حمل الماء. طيب ما اجابه سديده للبشمهندس نعيم، لكن اريد التدقيق اكثر. احنا قلنا لنا فيها نظران، النظر الاول فقه الامام البخاري، النظر الثاني ما العلاقه بين الاول والثاني، مع انه استدل بحديث واحد فبوب بابين، باب الاستنجاء والثاني قال باب من حمل معه الماء لطهوره. ان الماء اما تذهب اشار الى اكتفاء بالماء. ممتازين ممتازين. هو الاصل اولا اذا قلنا التفريق بين البابين، الباب التفريق بين البابين، اولا قدم الخاص ثم عمم بعد ذلك. يا شطار انتم فقهاء تنظرون بفقه الامام البخاري، خصص اولا ثم عمم، يعني قال ولا يحسبن احد ان حمل الماء للاستنجاء به فقط، بل هو للاستنجاء به وللطهور، يعني لإزالة النجس ورفع الحدث، كأنه قال فافهموا وتدبروا أن حمل الماء لرفع الحدث كما أنه لإزالة النجس، فابتدأ به لإزالة النجس ثم بعد ذلك عمم وقال إزالة النجس مع رفع الحدث، يعني تدرج، ابتدأ بالخاص ولرفع توهم التخصيص ثنى بالعام، ابتدأ بالخاص ولرفع توهم التخصيص ثنى بالعام. هذا من فقه الإمام البخاري في حديث واحد يأتي بذلك. ثم بعد ذلك نراه أنه في الاستدلال في التنوع، الاستدلال في هذا الباب أنه أكد بكلام أبي الدرداء على الحمل لطهوره. نعم. قال باب من حمل معه الماء لطهوره، طبعا هذا اعم كما قلنا سواء كان جنبا سواء الاستنجاء او غيره، فهذه دلالات واضحه جدا على فقه الامام البخاري. ثم قال وقال ابو الدرداء، وقال هذا معلق بصيغه الجمع، هذا معلق بصيغه الجزم، وقلنا تعليقات البخاري ان كانت بصيغه الجزم فهي صحيحه الى قائلها، فهي صحيحه الى قائلها، وهذا الراجح الصحيح. لذلك قال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد، ويقصد بذلك باتفاق هو ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. صاحب النعلين والطهور والوساد هو ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لأنه الذي كان يتولى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول صاحب النعلين يعني الذي يحمل النعلين لصاحبها، فصاحبها الرئيس هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود يتشرف بحملها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أليس فيكم، وهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على فضل ابن مسعود ومكانة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال من حمل معه الماء لطهوره، واستدل ايضا بحديث انس رضي الله عنه وارضاه، وقلنا هنا عمم لرفع توهم التخصيص على اساس انه اذا استخدم الماء للاستطابه كان له، واذا استخدمه لرفع الحدث يعني الوضوء، يعني والمعنى انه قد يكون حمل الماء لرفع الحدث ويستخدم الحجاره لازاله النجس، وفي كل خير. ولذلك قال إذا خرج تبعته أنا، إذا خرج لحاجته تبعته أنا، وغلام معنا إداوة من ماء. وقد نقول بأن السياق قد يبين أن استخدام الماء للاستطابة أقرب، لأنه قال خرج لحاجته، إذا سيحتاج للاستطابة الماء فأخرج بالماء، والأمر كما قلنا وإن كان السياق يقيد لكن ثنى بالحديث الآخر ليبين التعميم، وأنه قد يستطيب بالماء وأيضا يرفع الحدث بالماء فيتوضأ به، وهذا الأصل أنه يرفع الحدث بالماء. جزيتم الجنة، أحسن الله إليكم. الفوائد المستنبطة، فضل خدمة العلماء، الاستعانة على الوضوء أو على الاستطابة جائزة. خدمة النبلاء شرف. ولذلك ماذا قال؟ قال أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد. وجوب الاستطابة. مع أن الحكاية حكاية فعل، لكن القرينة
تثبت الوجوب. الفائدة الخامسة فضل ابن مسعود. الفائدة الخامسة فضل ابن مسعود. لو في أسئلة تفضلوا حتى. جزاكم الله خير الجزاء. الدكتور تامر يقول هل الصبا يقصد بها استعمال الأحجار؟ نعم، وقد يكون أيضا بالماء. هل الحجر فقط طاهر؟ قلنا الحجر يزيل العين، وأما الماء فتزيل الأثر. نعم يبقى الأثر بالحجر ويعفى عن اليسير منه. الأستاذة تقول هل للإنسان أن يستنجي بالحجر مع وجود الماء؟ نعم نعم له أن يستنجي بالحجارة مع وجود الماء، وهذا الذي كان يفعله العلماء. أنا نسيت أيضا، غفلت عن أن أقول بأن هناك من كان ينكر الاستطابة أو الاستنجاء بالماء. عبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب يرون أن استخدام الماء للنساء لا للرجال، والصحيح الراجح أنه استخدام الحجارة مع وجود الماء جائز ولا شيء في ذلك، وكان الصحابة يستعملونها ويستعملون الماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل الماء. نعم. تقول المياه التي تغير لونها بالطين عامة، لو تسألين عنها هل ترفع حدث أو تزيل النجس، أما إزالة النجس فنعم. الماء لا يتغير بالطين، لأن الطين هذا هو التراب، والتراب حتى لو غير الماء فهو من أصله لأنه طاهر، بل هو طهور. فلذلك يصح نقول أولا إزالة النجس به، وأيضا يصح رفع الحدث. نعم الأوراق أو المحارم، على قول الشاميين المحارم تنزل منزلة الحجر. هو كل ما يزيل العين ينقي، كل ما يزيل العين ويكون يعني طاهرا غير محترم يجوز به الاستطابة. يعني كل ما قام مقام الحجر يجوز الاستطابة به. طيب إن شاء الله سيدنا شيخ إبراهيم سأنتهي من الدرس وأتصل بحضرتك بإذن الله. رب يرفع مقامك ويسر عليك أمرك، ويشكر لك حسن يعني إحسانك إلينا وحسن تعاملك معنا، تتفضل علينا كثيرا والله يشكر لك. نعم يكتفي بالمناديل دون الماء. نعم يكتفي، لكن بالشرط طبعا على أنها تكون ثلاثة يستخدمها ويعلم أنه قد أنقى المحل من العين. لا يجب الماء معها، لا يجب الماء معها.